أكد شيوخ عشائر ووجهاء منطقة العظمية دعمهم ومساندتهم لمرشح تحالف عزم خالد العبيدي في الانتخابات، معتبرين أن دعمهم للعبيدي يأتي نتيجة المواقف الإيجابية والسمعة الحسنة التي يتمتع بها. الأخ الدكتور خالد العبيدي رمز يعني من رموز قبيلة العبيد، وهذا الرجل يعني أبدى مواقفه الشريفة البطلة أمام وتحت قبة البرلمان أمام الفاسدين والسراق، وأحنا يعني باعتبارنا مواطنين علينا الانتخاب، ننتخب الإنسان النزيه، الإنسان الوطني اللي يحب بلده، والرجل مواقف. احنا كلنا معه، وإن شاء الله احنا جايتنا من النهروان ولهنا ويا، لأنه أولا نبدل الوجوه، احنا نظل باي، هو إلى مواقف مشرفة الصراحة ويستاهل كل الخير إن شاء الله، هو كله قليل بحق نقوله.